أنا معنى الحسباني عايش ببلجيكا من أكثر من 20 سنة، خطاط ورسام إنحات، بعزف آلات إيقاعية، بغني كمان بحياتي بشغل السينما والتصوير وبالمونتاج بشكل عام. كل يعني هذه المواهب اللي عندي إياها أوكي صقلتها ودرستها لحتى على الأقل كون عارف فيها وبخباياها وبالتكنيك تاعيتها، يعني بالإضافة لدراستي بنفس الطفل، حسيت كل هودي المسائل هني أدوات كثير فاعلة وكثير مهمة بشغلي مع الصغار. عم بشتغل يعني عم بستخدم الفنون كحالة علاجية وكحالة مساعدة، يعني سعادتي كبيرة دايما بالشغل مع الصغار. الأطفال اللي عم بشتغل معهم الآن مع المركز الثقافي العربي في بروكسل بين عرب ومشكلين من أوروبا وأطفال نص أهلهم أوروبيين نص عرب ما بيحكوا عربي. ولع قوافل الإغاثة الثقافية للعمل للأمل، كنا عملنا أكثر من قابلة بمصر بلبنان بالأردن، اشتغلت بالأردن بمناطق يعني كانت مختلطة بين سوريين وعراقيين وأردنيين وفلسطينيين كمان، كانت تجارب مهمة صراحة. وكمان كان عندي تجربة كتير مهمة، يعني عملت أكثر من 6 ورش سينما وأخرجوا أفلام الأطفال، أخرجوا يعني أفلام كتير مهمة صراحة، كانت مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، يتعلموا التصوير، يتعلموا استخدام الكاميرا، يتعلموا كيف آلية الكاميرا من الداخل، تقنيات تصوير وقصص. يعني بيشتغل أنا وياهم سيناريو بكفي المعاناة اللي عم بيعيشها، فعم نحاول بهذا المجال ساعده ويطلع من هذا، يعبر عن أشياء كتيرة وعم بيصورها، بيتجمعوا بيخلقوا بعض القصص، بساعد بحل إشكالية معينة، يعني بهيك برأس قلم صغير لا ذكروا بتفاصيل تاني، على الأقل يشوف إنه في حياة مختلفة، في أمل، عنده طاقة. وأولاد كتير عنده مواهب فذة. تعلمت الاشياء اللي بحبها، تعلمتها لساعد غيري فيها، وهذا كان فعلا اشياء مهمه لازم اعملها بحياتي، تكون هي جزء من طموحي. انا شخص بتعلم الاشياء ليكون قادر انه يعلمها لغيري، وعايش هذا الشيء وبحبه. وطموح اذا بدي احكي انه يعني بحب ارجع على سوريا يوم اعمل هذا الشيء اللي عم بعمله برا هنيك. سوريا صوتي موعد عندي مسموع وبعرف عفراق ولادي قلبك موجوع، بس يمي بحلو فيكي ناوي ارجع.